السلام عليكم. إعلام: تأهب إسرائيلي حول حقول الغاز في المتوسط بعد تهديدات حزب الله. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب حول حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، وعزز من وسائل الدفاع في الساحة البحرية. وذكر الموقع الإلكتروني العبري ولا مساء يوم الثلاثاء أن سلاح البحرية الإسرائيلي أجرى تدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية حول كيفية التعامل مع التهديدات الصاروخية المحتملة من حزب الله اللبناني. وأفاد الموقع العبري بأن الإعلام عن تلك التدريبات والاستعدادات الإسرائيلية المكثفة بشأن حقول الغاز في البحر المتوسط يأتي على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس الاثنين بأن حقول الغاز في المتوسط هي في مرمى نيران الحزب. وأكد الموقع أن سلاح البحرية الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط، وتحديدا قبالة منصة الغاز الطبيعي كاريش، وذلك على خلفية فشل المساعي للتوصل إلى تسوية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، خاصة مع اقتراب إنتاج الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه. وقرر الجيش الإسرائيلي تشكيل هيئة قيادة عليا مكونة من ممثلين على أجهزة الاستخبارات وسلاح البحرية ووزارة الدفاع وقسم العمليات وسلاح الجو، بهدف التعامل مع التهديدات والاستعداد لإمكانية قيام حزب الله اللبناني بتنفيذ عمليات عسكرية خطيرة أو خطوات استفزازية تؤدي إلى عرقلة العمل في حقول الغاز في البحر المتوسط. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.